معايا لمياء. لمياء الو الو لمياء، الدكتورة مريم اتفضلي معايا. اتفضلي. ايوه لو سمحتي دكتورة، انا عمري ما اتصلت بحضرتك، اول مرة اتصل. نورتيني يا لمياء، اتفضلي. المهم انا ليا كذا حلم عند حضرتك يا دكتورة. السنة اللي عدت يعني ايه كنت هتجوز كده، وموضوع جواز الفشل، فحلمت من الشخص اللي كنت هتجوزه وبعت له رسالة على التليفون جميلة جدا. ده أول حلم. أول حلم. الحلم الثاني حلمت إن في واحدة اسمها أماني جت بيتنا وخدتها وطلعنا فوق السطح على سلم خشب. تمام. المهم فقلت لها أنا هديكي جلابية من عندي شكلها حلو، فقلت لي ماشي. فطلعت هي وأنا المهم علقت جردل بحبل كده على السطح بحيث إن حد يقدر يرفعه. أوكي. وأنا حاولت أطلع ما قدرتش، ورحت لقيت نفسي هقع من على السلم. حاولت مع نفسي لحد ما مسكت في يعني في حاولت انزل لمسافه قريبه بحيث ان انا ما اقعش في كتف. ماشي معايا دكتوره؟ انت كنت ايوه معاكي كملي. كنت طالعه على السلم؟ وبعدين علقت يعني جردل ده فيه ميه. علقته وانا بدل ما اطلع فوق رحت وقعدت. رحت لقيت نفسي يعني عايزه انزل يعني فهماني، انزل اطلعها وانزل. فاهمين يا دكتوره؟ المهم رحت لقيت نفسي السلم هش هي عربيه، حاولت امسك في حاجه يعني خفيفه كده يعني حاولت انزل ارمي روحي للارض بحيث مسافه قريبه على اساس ان انا ما اقعش كتير. المنام ده بقاله قد ايه؟ لسه من يومين. المهم دكتورة المهم نزلت ما اتكسرتش ولا حاجة، لقيت أماني نازلة. فقلت لها مش اديتك الجلابية دي ليه؟ كنت مستنيني اديك الجلابية بتاعتي. لا ثواني اعيدي، مش سامعين. علي صوتك شوية. علي صوتك شوية. بقول لها يا أماني انت لابسة الجلابية دي ليه؟ دعاء اختي معايا. فبقول لي يا دعاء انت لبستيها ليه الجلابية دي؟ ما انا كنت هديها الجلابية بتاعتي شكلها حلو. قالت لي هي كانت بتغبس فوق السطح فعشان كده لبستها الجلابية دي، انها كانت بتغبس بيها. سمعيني دكتوره. طب الجلابيه أيوة الجلابيه كويسه ولا كانت مش نظيفه ولا؟ لا كانت نظيفه، بس هي جلابيه يعني بيشتغل بيها في البيت يعني فاهماني انت، جلابيه كانت نظيفه جدا. وصلت لقيت اماني قاعده ورافعه رجليها لفوق، لقيت لقيتها لابسه بنطلون ابيض. تمام. شكل حلو جدا. تمام. وبص بعدين بصيت لقيت اماني ماسكه بنت طفله صغيره، هي فعلا حقيقي في الحقيقه معاها بنوته. البنوته دي شقراء يعني ايه زي الاجانب كده. ولقيت دعاء اللي هي اختي شايله ولد، فبقول لها فهي لقيت الواد بيعيط، فبتقول لي انت بتعيط ليه؟ ما البنت اجمل منك، انت بتعيط على ايه؟ راح الواد بيجري على يعني هما الاثنين اطفال، بيجري على السيراميك راح وقع في الارض. قالت لي ما تشديه، قلت لها لا تشيله يعني طنشت عملت له مش واخده بالي، وراحت امي شالته. مامتك شالت الولد؟ لا اخت امه اللي هي اختي مش ابنها. طب والبنت؟ البنت كانت موجوده عادي. طب الولد سكت ولا لا؟ كان شايلها امها، كان شايلها امها. يا ثواني ماشي الدكتور بتسالك بس اسمعيها. الولد سكت ولا لا؟ الولد سكت ولا ما سكتش؟ فاكره والله يا دكتوره عشان مش فاكره. مش فاكره، هو شكله ما سكتش على فكره. طب كمل. طيب كمل. حلمت ان حد جايب لنا، عارفه الكايزر الصيني واللي بيتباع ده في مكاتب الصيني، جايب لنا شويه في كرتونه وفي الاخر ففرحت بيهم قوي وقلت حاجه انا اكلها ومش عارفه ايه وكده. بس لقيت حد جايب لنا كني شويه كايزر في طبق كبير. فانا اخدت قعدت مش فاكره اكلت منه ولا لا، فقلت اشيله عشان حد من اخواتي يدخل ياكل. طيب الرموز دي تكفيك يا دكتور؟ اولا هي موضوع الرساله من الموبايل، لا ده عقل باطن. الرساله اللي هي شافتها ورساله كلام دايما يا دكتور غالبا رسائل الموبايل. لا مش غالبا. لا 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 اوقات بيبقى لها تأويل. هنا موضوع اماني بقى المنام ده، اولا كان خلاص انا كنت شايفه ان كانت فعلا مشكله هتزول، لكن انت جيتي في مكان كده ومعرفتيش، تعثرتي على بال ما تطلعي، وبعدين كمان رمز الولد اللي بكى في المنام ده حزنك انت الشديد جدا. البنت اللي هي بنت اماني، خدي بالك انت عندك اماني ودعاء، يعني امنيه وبتدعي بيها كتير جدا جدا جدا. دي الرموز اللي في الرؤيه، بس انا شايفه ان الموضوع لسه شويه، انك انت التفت انتباهي.